بما ان احنا الحين تلاحظ ان ارتفعت درجات الحراره ودخلنا تقريبا في موسم القمح صح؟ دخلنا رسميا. فكيف تحمي انت نفسك وعيالك خلال هاي الفتره، فتره الصيف، شو تسوي؟ والله شوفي، اعتقد ان الاشياء الضروريه جدا اذا عندك ابناء يلعبون فتره الظهيره وفتره الحر تمنعهم الان، تقولهم يا جماعه الحين اجلوا لعبكم لين بعد يعني بعد صلاه المغرب لين ما شوي يخف الجو. اثنين، انت تكثرين ليش انت طبعا ولابنائك تكثرين من شرب السوائل، حر طبعا، تاكلين فواكه مثل اليح الشمام اللي تبرد وفيها الياف وممكن فيها سوائل كثيره لك. ايضا انا بقول شغله نذكر بها نفسنا ايضا وكل من يتابعنا، عبير تذكرين تكلمنا في حلقات سابقه عن يعني فترات الصيف واللي يحطون مثلا غراش العطر، اشياء معرضه انها ممكن حتى الماي لما يكون في السياره لفترات طويله، بطاريات تليفونات او شو ما كان ممكن يتعرض الى الحراره، شراشات التليفونات وغيره في السياره، واعتادوا انكم وين ما توقفون تحطون هذه الشمسيه اللي هم تخففون من درجه الحراره في السياره. بالنسبة للطرقات الحمد لله رب العالمين، دولة الإمارات العربية المتحدة مهيئة بخدمات كاملة مكيفة في كل أماكنها، في محطات البترول الخدمات موجودة، ولكن بعد لا نستهين بحرارة الشمس. والأهم من شيء عبد الله أن كل شخص قبل يعني أول ما يركب سيارته ويحس أنها وايد حارة تفتح الدرايش وتفتح المكيف لما يبرد الجو شوية، عقب تسكر الدرايش إذا كان في ضغط وايد ورطوبة. بالفعل، ولا تنسون أن يعني إن حسيت بحرارة دائما ادخل وخذ لك دش عشان جسمك يترطب من يديك. واهم من شيء في شيء ترى وايد مهم، شو الاشخاص اللي يطلبون دليفري او طلبات خلال فتره الظهيره يعني ارحموا هاي اللي يجيبوا لكم الاكل ويجون في عز الحر حتى انه يوصل لك مثلا الاكل انت تباها، اجل هالشيء يعني هالفتره ارحموهم شوي. والله انا في قانون عمل المفروض انهم من الساعه 12:30 لين الساعه 4 ما يشتغلون، يعني هذول من ضمن العمال المعرضين للشمس بطريقه صح، بس مباشره. بس عمال التوصيل للحين من موجودين اللي اذا بسيارات، بسياره مكيفه. نحن البارحه لاحظت ان في طلبنا طلبيه وعندنا سياره ما يتنا دراجه. اعتقد الحد في الناس بدات تحسب حساب الحر وهذا شيء مهم جدا. أكيد. اضافه الى اذا عندكم ابناء يتحسسون من الشمس يعني حاولوا، العبير يمكن اخبر مني في موضوع الكريمات واقي الشمس، الاشياء اللي ممكن تحسسهم الشمس عشان ترطبوا لهم جسمهم ما يتاذون يشربون ماي وايد. يعني سؤال حلقتنا اليوم، كيف تحمون انفسكم من اشعه الشمس الحاره وشو الاشياء اللي انتم تسوونها؟ نحن اكيد نتريى مشاهدينا اجوبتكم على الرقم الظاهر وياكم على الشاشه.